بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حينما اجتهد علماء الإسلام الأشاعرة ولهم سلف في هذا من الصحابة ثم من التابعين، نبين من الصحابة مثلا ابن عباس قال الساق هي الشدة، وابن عباس قال يعني إيش كرسيه يعني علمه، وهذه الصحابة. ومن التابعين ابن جبير قال ماذا؟ كرسيه علمه. إذن الصحابة والتابعون كانوا سلفا للأشاعرة. بس حتى دائما نبين كل لما حتى يأتيني واحد يقول كذبت وتفتري على الله الكذب، كل يوم هكذا يأتي الكلام هذا. لا نفتري على الله الكذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، ونحن الحمد لله من الذين يؤمنون. حينما قلتم هذا واجتهدت وأولتم هذا اجتهاد، فكيف تجتهدون في هذا الأمر وهو من الغيبيات؟ سؤال جميل جدا. فأقول لك الأصل عدم الاجتهاد في هذا الباب. لماذا؟ لأن هذه النصوص من المتشابه الذي نؤمن به دون أن نفكر فيه، ويجب أن يمر كما جاء كما قال السلف الصالح، وهذه تقرأ ولا نتفكر فيها، هذا هو الأصل. ومضى عليه الناس دهرا، مضى عصر الصحابة على هذه الطريقة، مضى عصر التابعين على هذه الطريقة. في عصر أتباع التابعين أو بعدهم بقليل بدأ السؤال، وجاء رجل يسأل مالك بن أنس، يقول له ماذا؟ يقول له كيف استوى؟ هنا مالك رضي الله عنه أدركته الرحضاء، يعني أصابه القشعريرة هكذا، وبدأ يتعرق. لماذا؟ لأنه سمع سؤالا يسمعه لأول مرة. ما درس في الجامعة الإسلامية سيدنا مالك، ولا درس في أم القرى، ولا في جامعة محمد بن سعود، لأنه لو درس هنالك سيعلم أن هناك عشرات الرسائل تفسر هذه النصوص. فالآن سؤال غريب بالنسبة لسيدنا مالك. فقال مقولته المشهورة: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال بدعة، وأخرجوا هذا الفاسق. السؤال بدأ آنذاك، ثم بعد ذلك تطور الأمر حينما انتشر الإسلام في كل مكان، وصار هناك أسئلة ملحة يريد أن يفسر القرآن لقوم عجم لا يفهمون أساسيات العرب، والعرب ذاتهم انخفض استجيتهم وصاروا ضعفاء في اللغة. فوقع الناس في حيرة. قال لهم السلف، جاءهم مثلا سيدنا مالك، مالك شيخ من؟ محمد الحسن شيخه، قال يا جماعة اسكتوا أمروها كما جاءت. سكت الناس، هناك من يتبع مالك ويصدقه. جاءهم محمد بن الحسن الشيباني تلميذ مالك، ماذا قال محمد؟ رأى شيوخه جميعا في ذلك العصر، فراهم جميعا مجمعين على أن هذه النصوص لا تفسر، فقال اتفق الفقهاء من الشرق إلى الغرب على أن هذه النصوص لا تفسر. يعني خليكم ساكتين. في ناس ما عجبه السكوت، فصار يحملها على ظاهرها. دخلنا في مشكلة كبيرة جدا، التفويض والسكوت لم يعد ينفع لبعض الناس، ينفع لأكثر الناس صحيح لأهل الإيمان والتسليم، لكن بعض الناس ما كان يعجبه هذا الكلام وكان يتخذها ذريعة. يأتي الملحد ويقول إلهكم من جنس الكائنات لأنه مبعض ومجزأ، وما يجري على النظير يجري على نظيره، إلهكم مفتقر لحيز من الفراغ ويأخذ مكانا ويضع رجل حقيقية وين؟ في جهنم، إذن سيعذب بها. وقال إيش؟ حصب جهنم، أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إذن إيش هذه الرجل؟ قال لا، لا يعذب بها، لا يعذب، لكن هذا كيف يكون الإله محدودا ويدخل في مكان محدود؟ هذه مشكلة كبيرة جدا، حصل قيل وقال ولغط كبير جدا. سيدنا الإمام أحمد قبل ما يموت بيوم واحد، يا جماعة إياكم أن تفسروها، وجاء أصحابه كابن قدامة يثبت هذا الكلام، ممنوع الكلام، وأكثر الحنابلة مفوضة أو كثير منهم إذا صح التعبير،
ما بنزعل إذا قلنا الحنابلة فيهم مجسمة سيغضب الحنابلة علينا، لكن نقول الحنفية فيهم كرامية ومجسمة ما أحد يغضب، الشافعية فيهم مجسمة وكرامية ما أحد يغضب، المالكية كذلك، أو إذا أتينا الحنابلة قلنا الحنابلة فيهم مجسمة غضب الحنابلة علينا وهجموا علينا. لا، كل مذهب فيه بلاء، لكن درجات. الذي حصل، الإمام أحمد قبل موته بيوم قال لا تفسروا، الناس سمعوا كلامه، كثير من الناس، لكن لم تنتهي المشكلة. جاء واحد اسمه محمد بن كرامة السجستاني، مصيبة سوداء. هذا محمد بن كرامة السجستاني يقول لا، مذهب السلف هو ماذا؟ حملها على ظاهرها، يعني يد حقيقية ورجل حقيقية وأعضاء حقيقية وحدث ولا حرج. دخلنا في مصيبة كبرى، وهذا ينسب للسلف. السلف ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ساكتين. هنا تحرك العلماء، كبار علماء الإسلام. كيف نرد على المجسمة؟ كيف نرد على الملاحدة الذين يستغلون هذه طعن الدين؟ كيف نرد على كل أهل البدع والضلال؟ قال خليك ساكت، كبارهم يقولوا اسكت. يا جماعة، السكوت أدى إلى مصيبة. طيب لماذا نسكت؟ كل في جواب لماذا اجتهدنا؟ لماذا نسكت؟ يقول السلف سكتوا. يقول طيب هل سكوت السلف حجة؟ ألستم تعلمون في القواعد لا ينسب إلى ساكت قول؟ إلا إذا كان السكوت في معرض البيان، والسكوت في معرض البيان بيان، أنتم علمتمونا أنه لا ينسب إلى ساكت قول، وحتى اختلفتم في الإجماع السكوتي وقلتم لا يصح الاجتماع الاحتجاج بالسكوت. إذا سكوت الصحابة ليس حجة، ولا التابعين، ولا كذا وكذا. هذه واحدة. ثانية، الله، صاروا يبحثون في الأحاديث فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان. قال شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه إذا نسب إلى الله تعالى نقص لا يليق فعليك أن تؤوله. طيب الله تعالى يقول مرضت، كيف يمرض الله؟ يقول هذا اسمه مجاز عقلي، يعني إسناد الفعل إلى غير فاعله، وهذا كثير في القرآن. إذن يمكن أن يسند الفعل إلى غير فاعله، الله لا يمرض ولكن يقول لك مرضت. إذن الله تعالى يمكن أن يكون الله لا ينزل على الحقيقة، لكن يأمر ملكا بالنزول. ووجدوا رواية عند النساء ها تقترب من هذا المعنى، أن الله ينزل ملكا في ثلث الليل الأخير. إذن وجدوا أشياء مشابهة فبدأوا يفكرون، ها يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نؤول، إذا ما نسب نقص إلى الله تعالى فلا مانع أن تجتهدوا في تأويله. قالك اسمع اسمع اسمع، تقول الآية عادوا إلى الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال أين نقف؟ نقف عند الله؟ قال وجدوا إجماع في المسألة. قال ليس إجماع، لكن الجمهور على الوقوف عند الله، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب والقلة القليلة التي قالت الواو هذه عاطفة، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن نفس الآية التي هي مرجع هذا الباب وجدنا السلف مختلفين فيها على قولين، نعم جمهورهم على السكوت عند الله، ولكن بعضهم قال الواو عاطفة. فجاء آخرون يفكرون، أنا أعطيك خلاصة تفكير الأمة، جاء آخرون يفكرون قال ماذا أنظر؟ الله ينهى عن التأويل، أين التأويل؟ قال اسمع ماذا يقول، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شوف إذن ممنوع تأويل، لماذا؟ قال ابتغاء تأويله ونسبهم إلى الزيغ. قال لا، انتبه جيدا، أعرب لي ابتغاء. يقول مفعول قلبي، يعني إيش؟ يعني مفعول لأجله. هذا نحو، إيش علاقتنا بالنحو؟ أنا كتاب وسنة فقط. نعم، بعض الأخوة كذا يفكر ابتغاء، حتى أعطيك فائدة الكتاب والسنة والنحو بالنحو للكتاب والسنة. ابتغاء مفعول لأجله، يعني يؤول ابتغاء الفتنة، فتأويله من أجل ماذا؟ من أجل الفتنة.
تعلمون من يقول هذا الكلام؟ وأنا استغرب جدا من يقوله. يقول أشد الناس غلوا في الظاهر في تاريخ الأمة، ابن حزم الظاهري يقول هنا قيد، يعني ابتغاء الفتنة، فمن أول ابتغاء رد الفتنة يكون مصيبا لا يكون آثما. فالعلماء قالوا إذن ما نهانا الله تعالى عن التأويل لأجل ذات التأويل، إنما نهانا عن التأويل الذي يؤدي إلى الفتنة. فلو كان ثمة تأويل يؤدي إلى ردم الفتنة لوجب علينا سلوكه اتباعا للنص. وهذا الفرق بيننا وبين الطائفة الحشوية. الطائفة الحشوية يتبعون السلف في مسائلهم إن صح اتباع لهم في هذا، ونحن نتبعهم في مناهجهم. ما وراء هذا؟ كيف منهجيتهم في هذا؟ إذن بقيت نقطة أخيرة في الجواب، لماذا ما خرجت الموضوع؟ والله ما خرجت، أنا عقلي بفضل الله منظم، يعني أتكلم كل كلمة في مجالها. بقيت نقطة أخيرة في جواب لماذا تؤول، أليس هذا من نصوص العرب؟ نعم. أليس هو قرآن عربي مبين؟ نعم. أليس بلسان عربي مبين؟ أليس أنزلناه حكما عربيا؟ إذا ما سمعنا من كلام العرب شيئا من ذلك فماذا نفعل؟ إذا سمعنا قول الخنساء ترثي أخاها، طويل العماد كثير الرماد، طويل العماد باب إثبات طول العماد، كثير الرماد باب كثرة الرماد. الله يخرب بيتك وخير على هذا الفهم. طويل العماد يعني بيته واسع للضيفان، يتسع لضيوف كثير. كثير الرماد يعني دائما يشوي ويطبخ. هكذا العرب تفهم الكلام. بل أشياء كثيرة عدل ابن قتيبة، ابن قتيبة بالذات نقل كثيرا من كلام العرب في أنهم يأتون بكلام لا يريدون ظاهره أبدا ولا يخطر لهم على بال. إذن ما دام هو نص عربي ونص عربي ممتاز، إذن يفسر بطريقة العرب في الفهم، ومن طريقة العرب حقيقة ومجاز. إذن ثبت أن هذا الاجتهاد في هذا الباب هو من أهله وفي محله. آخر نقطة قبل الخروج من القصة هاي، إذن ماذا تفعل يا وهابي في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط؟ سيقول لك ماذا؟ نهاك عن البخل الشديد ونهاك عن الإسراف الشديد. تمام. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. كيف تفسرها؟ قال باب إثبات اليد. الله الله الله، ما أنت قبل شوي تقول يد مغلولة يعني بخيل ويد مبسوطة يعني مسرف. قال لا، غابت عن بالك أيها الجهمي المعطل الأشعري الضال والعياذ بالله، غاب عن بالك أن هذا في حق البشر وذلك في حق الله، ولا يحق لك أن تتكلم في الله كما تتكلم في البشر. هل أنزه اليهود عن غل اليد؟ أنزه الإنسان عن غل اليد وعن بسطها؟ وإذا ما أضيف الألفاظ إلى الله سبحانه وتعالى أحملها على ظاهرها، أي حماقة تلك؟ هذه حماقة، هذه حماقة اسمه حماقة. اللسان واحد، اللغة واحدة، المادة واحدة، الطريقة واحدة في الاستنباط. طيب ما أدراك أن حملها على ظاهرها هو الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى؟ هو يقول إيش؟ لعل المراد غير مجاز. طيب ما أدراك أن الظاهر غير مراد؟ لماذا أنت تقول الظاهر هو المراد؟ هذا خطأ. إذا أردت أن تحتاط تقول الله أعلم بمراده وهو مذهب التفويض ونرتضيه منك، عند ذلك ستكون من أهل السنة، بغيرها ستكون من أهل البدعة. إذن ثبت أن الاجتهاد من أهله وفي محله. وفي أسوأ الأحوال كما قال الإمام المجتهد ابن دقيق العيد، ماذا قال؟ قال أما الكلام إذا كان من المجاز الشائع. إيش يعني المجاز الشائع؟ إيش المجاز؟ مثل ماذا؟ يد الله فوق أيديهم. ما في عربي حد أو أعرابي أو جاهل أو عالم إلا يعلم أن هذا تأييد، يد الله فوق أيديهم، تجري بأعيننا يعني رعاية، كل عربي يفهمها.
هذا إذا مجاز شاع يقول فالحق سلوكه تأول بدون انتظار، لا تقول باب إثبات الأعين. وإذا كان من المجاز النادر، المجاز النادر مثل ماذا؟ الكرسي موضع القدمين، هذا نعم فعلا مجاز نادر. فالحق عدم السلوك نقول آمنا به، لا نخوض في معناه ونكل الأمر لله سبحانه وتعالى مع القطع بين الظاهر غير المراد. وإذا كان بينهما متوسط مثل ماذا؟ الأشياء التي يعني حصل فيها خلاف الرحمن وعلى عرش استوى والقصص هذه، يقول فالخلاف فيه خلاف في مسألة اجتهادية. إيش يعني خلاف في مسألة اجتهادية؟ يعني من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. إذن على هذا سار علماء الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.